أهلا بكم مشاهدينا الكرام أهلا بكم أسران البواسل وأسيراتنا الماجدات بحلقة جديدة من عمالقة الصبر نتواجد الآن في جبع بمحافظة جنين سنكون في تغطية لعدد من بيوت الأسرة وزيارات لعدد من بيوت الأسرة ولكن في بداية هذه الحلقة لابد أن ننعى باسم الحركة الأسيرة جمعاء والد الاسير البطل منصور ابو عون، هذا الرجل الذي قضى حياته مدافعا عن الارث الوطني الفلسطيني، والذي قضى حياته صابرا محتسبا على فراق نجله البطل منصور ابو عون. باسم كامل اسرانا في داخل سجون الاحتلال نعزيك اخي منصور بالتحديد اسرى سجن ريمون اللي جاء النبا وانت الى جانبهم. قلبنا معك اخي العزيز وايضا قلبنا مع الاسير البطل اشرف الواوي ابن محافظه طول كريم اللي منعزيه بوفاه والده رحمه الله عليه واللي توفى بعد تصوير هذه الحلقه الخاصه من برنامج عمالقه الصبر من جبع تحيه لك اخي اشرف ومن ومنعزي اسرتك الكريمه يذكر ان الاسير اشرف الواوي هو اسير محكوم بالسجن المؤبد مرتين افرج عنه عام 2011 في صفقه وفاء الاحرار ولكن تم اعاده اعتقاله مره جديده واعاده الحكم الجائر له ان شاء الله عمر الاحتلال بكون اقصر من احكامه الظالمه تحيه لارواح الشهداء الذين عبقوا ارض فلسطين في هذا الاسبوع الدامي سواء في القطاع الحبيب او في الضفه او في القدس العاصمه لهم جميعا الرحمه ولاسرهم كل التعازي قلبنا ينزف دما على رحيل خيره الخيره من ابناء شعبنا دعونا نكون مع عائله منصور ونجري مقابلات في بيت اجر والد المرحوم منصور ابو أون. نتابع بعد ان شاهدنا هذه المقتطفات نفتتح المقابلات مع شقيق الاسير منصور ابو عون حياك الله اخي العزيز اليوم قلبنا يعتصر الالم ولكن دائما نتمسك بالامال برغم من الالام المتراكمه ما يصبرنا ان هذا الرجل افنى حياته مناضلا من اجل فلسطين اول شيء الحمد لله على ما اصابنا هذا حالنا حال الشعب الفلسطيني ككل حال جميع أسرانا الأبطال الموجودين وعلى رأسهم أخوي الأسير منصور الرحمة لوالدي والصبر إن شاء الله لنا ولمنصور ولجميع أسرانا ما يتعرض له أسرانا دائما يعني احتلال إحنا نتعامل مع احتلال مجرم غاشم نسأل الله أن يكون خبر وقع الخبر على منصور يعني خفيف احنا بنعرفه صامد وصابر وكما حاله حال الأسرة الثانيين آه، قله الاتصال وعدم التواصل يعني اكيد راح يكون الخبر شوي صادم لمنصور ولكن احنا على يقين بانه منصور حاله حال الأسرة الثانيين واجه الاحتلال فاكيد راح يتقبل خبر وفاه والده آه، الحمد لله رب العالمين احنا ان شاء الله منصور يكون يعني صابر وصامد وباسم منصور اخي سامر وباسم اهالي جبع نشكركم كهيئه عامل للاذاعه والتلفزيون دائما انتم بتواكبوا هاي الاحداث وبتخلوا الاسير يكون على الاقل عارف شو بصير برا. الرحمه لشهدائنا شهداء شعبنا الفلسطيني العظيم. الرحمة أيضا لوالد الأسير القائد البطل منصور أبو عون الحاج قاسم منصور أبو عون هذا الرجل الفاضل سليل البيت المناضل الذي قدم للعلم أخاه شهيدا الشهيد أحمد أبو عون وقدم ابناء عممته ايضا اثنين من الشهداء منير ورفعه ابو عون وارتقى ايضا ابن اخته ماهر دغلس ايضا شهيدا في بورقة حال الاسير منصور ابو عون الذي يقبع في سجون الاحتلال الاسرائيلي منذ العام 2003 ولغايه الان مر على وجوده 21 عاما في باستلات هذا الاحتلال الاسرائيلي الغاشم وهذا الاحتلال الذي يفرق بين الابن وابيه الذي يمارس كل الوسائل الاجراميه يستبيح كل المحرمات ينتهك القانون الدولي والقانون الدولي الانساني في ظل صمت المجتمع الدولي كما كما تلاحظ لكن الجانب المشرق بان منصور ابو عون وابناء شعبنا الفلسطيني وكل اسران البواسل نحن نمتلك والحمد لله قلوبا عامره بالايمان بالله سبحانه وتعالى ونؤمن ايمانا مطلقا بان حق الشعب الفلسطيني الطبيعي والتاريخي والقانوني سينتصر مقابل الروايه الاحتلاليه الصهيونيه التي يحاول ان يسوقها لهذه العالم. اجركم عند الله عظيم، نحمد الله ونشكره على كل شيء. اجركم الله عظيم. ويعني هذا حال الدنيا والحمد لله على كل شيء. والله يفتش اسركم جميعا وعلى رحمه الله وشد حيلك وبس اخي منصور جئنا الى منزل عائلتك لنكون الى جانب والدتك ونعطيها المعنويه فوجئنا بان هذه الام الفلسطينيه الصابره تعطي معنويات لكل من اما منزلها ما شاء الله معنويات يعني تؤكد على الايمان المطلق بحتميه النصر بدايه و بقضاء الله وقدره إن لله وإنا إليه راجعون وعظم الله أجركم شكر الله سعيكم اليوم رسالتك لابنك رسالة الصمود والتحدي لمنصور اللي كل الحركة الأسيرة عزتك بفقدان زوجك هذا الرجل المناضل والد منصور أبو عون أنا بعزي منصور وبعزي أصحابه وأنا بستمد معنوياتي من منصور لأنه ما شاء الله عنه معنوياته حديد والحمد لله رب العالمين والاحتلال احرمنا انه يبقى منصور معنا بالفرح فرح وهذا حال كل فلسطيني وبالرغم من هيك صابرين والحمد لله صابرين ومستعدين نقدم اثر من هيك جغر. الحمد لله احنا بنشكر كل واحد شارتنا بهذا العزاء الحمد لله زاروا بشهر 11 اخر زياره الحمد لله رب كيف الله. كانت هذه الزياره اخر زياره؟ كانت مميزه بكاش يشكي من اي شيء بس مرض يعني كل مرض هن شهر الحمد لله رب العالمين كلنا صابرين وكلنا بنستمد معنوياتنا منه واخوته الحمد لله رب العالمين الثانيين مثله يعني بيرفعوا المعنويه الحمد لله احنا باسم كل الاسره من عزيك يا امي الله يرحمه وهذا والد كل انسان اصيل في هذا الشعب الفلسطيني رحمه الله عليه تعيش الله يخليكم يا رب كل احترام لك يا أمي نستكمل أخي منصور مع أمهات كان لهن بصمة خاصة في إرتك وتاريخك وذاكرتك نتابع مساء الخير أعزيك بوفاة أبوك يا ستي سلامتك أنت يا حبيبي سلامة اللي قاعدين الحمد لله صابرين ويعتقد الواحد بالإنسان بالله وبالقدر اللي عليه الحمد لله رب العالمين أنا بعزيك موت أبوك والله يرحمه والله يفتش أسرك كريم وعاجل لي يا خالتي إحنا أنتو الشموخ أنتو الرجولة أنت فلسطين الصمود فلسطين الرجولة فلسطين الشهامي فلسطين كل إشي مليح بيها وأنتو شبابنا وإحنا منف... بيكم الله يرضى عليك يا خالتي الله يحن عليك إن شاء الله ربنا بعزيك يا خالتي بوفاة الحجة إن شاء الله ربنا بفرج عنكم الله يطول أعماركم ويحميكم بحمايته، يفيد جسركم كلياتكم، الله معاكم، وهذا يا دار الله، كلياتنا يا خالتي ماشيين على هالطريق، إن شاء الله ربنا بيسلمكم، الله يفيد جسركم والحمد لله رب العالمين، هذا شيء شيء من الله، الله يعطيكم يحميكم بحمايته، إحنا بنرفع روسنا فيهم، والسجن مسكرش على حدا، الله يطلق صراحهم كلياتهم. الله يمسيك بالخير يا ابن خالتي. يسلم راسك من وراء ابوك ان شاء الله العمر كل أخوتك الله يرضى عليك ان شاء الله الله بتلك صراحك وصريح جميع الشباب لكم لا تلفزيون فلسطين مشكورين على حضوركم عندنا على بلدتنا بلد الشهداء والاسرى بلد التضحيه والنضال بلد جبع مشكورين تلفزيون فلسطين واخونا ابو الليث والطاقم الاعلامي معه عموما بنتوجه بالتحيه طبعا الى عموم اسرانا في سجون الاحتلال وخصوصا أسرى بلدة جبع ومن عزي أخونا هون أخونا وقائدنا وحبيبنا منصور أبو عون بوفاة الوالدة بوفاة الحج منصور أبو عون وإحنا منصور لازم تطمن ولازم تعرف إن إحنا كلنا جنب أهلك كلنا أخو إلك وكلنا موجودين عند أهلك وعند إمك إمك وإخوانك بخير إحنا بنعرف وإحنا على يقين تام بإنك أنت زلم صامد زلم صابر عندك القدرة على الصمود وعلى تجاوز هذه المرحلة الصعبة ولازم تكون على يقين بأن إحنا داعمينك وإحنا معك أنا خالك نبيل من عزيك بوفاة أبوك ومن عزي جميع إخوتك الأسرة في السجون نسأل الله العلي العظيم القادر على كل شيء أن يفرج كربكم ويخرجكم من السجن يا الله بأقرب وقت إذا أخي منصور بعد أن استمعنا لهذا الأمل برغم من الآلام المتراكمة وعلى رأس هذه الآمال الأسير المحرر أخونا يوسف اللي حمل أمانة الأسرة بوجوده إلى جانب والدتك هو والأسرة المحررين نؤكد بأن بهذه العزيمة لا بد أن ننتصر نعزيك مرة أخرى ونعزي والدتك الصابرة وعموم الحركة الأسيرة وملتقانا بالنصر قريب فاصل ومن ثم نواصل في برنامج عمالقة الصبر ما زلنا مشاهدينا اسرانا في جبع بالتحديد نتواجد حاليا امام منزل الاسير فراس خليليه موجهة لكل كل التحيه عبر شاشه تلفزيون فلسطين وبرنامج عمالقه الصبر، الحكم مدى الحياه ولكن بعون الله عمر الاحتلال اقصر من احكام، ونتابع هذه المقابلات من منزلك اخي العزيز. اخي فراس نتواجد حاليا إلى جانب والدتك ونترحم على روح والدك الغالي أيضا في هذا اليوم اللي بنكون إلى جانب والدتك في دائما والدك حاضر في قلبنا ووجداننا ربنا يعطيك الصحة يما ويطول عمرك يعني يوسف من ريحة فراس اليوم معنا في الجولة خليلية خليلية فراس ويوسف أنا بعزي منصور أبو عون وبقول إن شاء الله بتظل إنت وخوتك وبتروح سالم وبسلم عليك يما يا حبيبي الله يرضى عليك وبدي أزورك يعني بجوز عشر شهر بخمسة وأنا يما بحبك قد ما بتحبني بحبك الله يرضى عليك الحمد لله الله يرضى عليك يما الله يرضى عليك هاي إخوتك يما كلهم بخير ويسلموا عليك و... وإحنا مليحين تهمليش همنا بشي بالدنيا يا حبيبي الله يرضى عليك اليوم يعني كل جباع حزينة على فراق والد منصور أبو عيون يما أيضا أنتوا عانيتوا من ذات الموضوع يعني أنه والد, والد الأسير فراس توفى وهو داخل سجون الاحتلال آه توفى داخل السجن صحيح له سنتين وثلاثة أشهر الله يرضى عليه وأنا والله العظيم إني هامل هم منصور مثل ما أهمل هملت هم فراس بسلم على منصور على إبراهيم وبسلم عربية وبسلم عليهم كلهم أولاد بلدنا المساجين كلهم إن شاء الله بيسلموا وبروحوا سالمين غير من الشباب اللي بتروح من ريحة أولادكو برضو لهم حنية آه ولا كلهم وإحنا بنحب بعض كلنا اللي بنزور مع بعض كلنا بنحب بعض وبنقعد نبكي نحجز لبعض بهالبازات هاي بتيجي جبنا نقعدها هون هاي بتيجي جبنا نقعدها هون يعني كل اهل الاسره بحبوا بعض الله يرضى عليك كل إيش يعملوا في راس بعض بتشروا بكى مشكا بكى يظل يلعب ويشحط وعبس كليتات وعد اشغل يعني يبكي عرق ونازل ومشكل كانوا فوتوا انا مشان ايش مشان كل يوم شكي هو شكي وهو صغير الله يرضى عليه بعدين الحمد لله رب العالمين اليوم مليح وبالشحن منه الله يرضى عليه ان شاء الله بترجع حنيته لهالدار قريبا يا رب ان شاء الله ان شاء الله اي شيء بحبه بعملوش وبكي يحب الكلاج بعملوش ببطلت اطبع كلاج اه والله صاروا يشتروا مشترى والله بكي الحنه اللي هسه تجوزوا اخوته اربعه وتجوزت اخته خمسه ما صبتش الحنه من مره، بقول اللي جيب ليه انت من العريس انت العروس، كلن ولا بصيب الحنه بالله مغايب، بقول له يما اصبر اصبر يا حبيبي مفتاح الفرج وان شاء الله يا حبيبي بتروح انت واللي معك كلهم وما بيظل ولا سجين فلسطيني بالسجن، ان شاء الله رب العالمين. ببعث سلامي لداخل السجون لاسرى جبع عامه وبعز الاسير البطل القائد منصور ابو عون. وأبعث له له عظم الله وأجرك وأجر الأسرة جميعا الله يرحمه هؤلاء الأسرة ضحوا بأعمالهم والشهداء ضحوا بأرواحهم هؤلاء هم مثل ما قال القائد ياسر عرفات خيرة أبنائي شعبي في السجون عهد الأخوي عهد الكلامي والشرف والنضال والطلاب اللي ربان علينا عليه هو الكبير فينا شفنا فيه الكلام وشامنا إلا بفرحنا بفرح جوا وإن شاء الله بنفرح فيه مثل ما فرحنا بطلعت السجن ما بسكر حدا طلعت البطل يوسف خليلية بعد غياب عشرين سنة والأخ أشرف علاوني وجبع تعاني جبع أم النضال جبع فيها القادة والكوادر النضالية عبر التاريخ وإن شاء الله بنفرح فيه ونحن نعاهده عهد الكلام والشرف والنضال شقيق الأسير فراس خليلية خالد خليلية إن شاء الله الفرج القريب والعاجل لفراس ومنصور وجميع أسرى فلسطين عامة وأسرى جبع خاصة إن شاء الله ومنترحم على قبل أبو المنصور فقيد أهل جبع خاصة وان شاء الله على على الدرب سيرون ان شاء الله طبعا فراس العمود الفقري للبيت طبعا الاخ البكر انت عارف يعني مقام الأب لما بروح الأب بضل الاخ الاكبر العمود الفقري لما فراس مفقود طبعا فراس مش العمود الفقري الي الفراس العمود الفقري لكل جبع يعني كان يد الاون للجميع اللي بطلب يبقى موجود, موجود فراس متوفر الحمد لله رب العالمين طلب الوطن اول الناس اللي لبوا فراس طبعا مش اول اشتباك له مع اليهود فراس من اول ما حمل السلاح بال94 تفرغ بال96 كان مصاب ببيت لحم بعدها تعالج في بيت لحم انتقل لطول كرم نفس الإصابة تصاب في طول كرم في أحداث النفاق بعدها لبى النداء في انتفاضة الأقصى في الألفين لآخر الألفين وثلاث تم اعتقاله في مدينه نابلس طبعا بعد ملاحقات محاولات اغتيال عديده في مدينه جين والبلد أنه هون هاي المنطقه كلها فجروا المغر كلها عليه وشباب اصحابه ومنصوره وتوفيق لكن خلص شاء القدر انه ما يكون الشهيد انه يكون اسير الفرج بس من رب العالمين لانه نداءات اهالي الاسرى كثير زادت عن اللزوم من الدول العربيه طلبنا من الامه الاسلاميه من الناس الاحرار العالم فش حدا وقف وقفة رجل وقال لازم خلص هذول الأسرى يروحوا عند هالهم بكفي لهم عشرين سنة وأربعين سنة مثل كريم يونس في ناس عدت الأربعين سنة بالنسبة لأبوي توفى قبل أكثر من سنة ونص سنتين وهو فراس بالسجن عز على الجميع أبوي كان أبو للجميع وأبو مثل ما هو أبو منصور يعني إحنا مش بس كعائلة بنتعامل إنه إحنا إحنا كل عائلة أسير أو عائلة شهيد أهالي للكل فهمت علي ما ما فيهاش خصوصية احنا بنتعامل انه احنا اهل للكل اهل للجميع الرحمة لابو منصور والرحمة لابوي الرحمة لأهالي الشهداء الرحمة للشهداء والصبر والسلوان لأهاليهم ان شاء الله رب العالمين وربنا بفك كيد الأسرى عما قريب احنا حقيقة اليوم بنفتقد فراس بيننا بهذه الجمعة الطيبة مع الأهل وامه واخوته احنا على العهد بكون مع فراس ومع اخوانه مر عليهم ظروف صعبة نعرف ذلك وعلى اهاليهم ظروف يعني قاهرة ومعاناة متواصلة مر على فقدان أحباء أعزاء على قلوبهم بهالمناسبة احنا يعني بنترحم على أرواح موتاهم وموتانا جميعا ووالد الأسير فراس ووالد الأسير منصور واقربائهم وكمان يعني مر عليهم كمان لحظات سعيده ما كانواش موجودين فيها هون بيننا ومعانا بين الافراح في بلدهم جبع الحبيبي واخوانهم واصدقائهم الحقيقه احنا بنفتقدهم كل يوم كل ساعه كل لحظه بنعيشها بيكونوا موجودين معانا احنا ايماننا قوي بصبرهم وثباتهم وفي النصر قريب إن شاء الله والفرج قريب ونشوفهم بيننا بأقرب وقت ممكن كل احترام لك أخي العزيز أخي يوسف عشت ذات الألم وذات المعاناة مع رفيق الدرب ورفيق الذكريات أخونا فراس الموجه له كل التحية شو اللي كان يميز فراس داخل السجون؟ الصراحة اللي كان يميز أخونا فراس مستوى وعي وثقافته اخونا فراس اللي بيعرفوه عموم اسرانا او عموم ابناء شعبنا انه فراس انسان مثقف انسان متعلم انسان بيشتغل على حاله بيستغل كل يوم او كل لحظه بيعيشها في حبسته هاي من الاشياء اللي بتميز فراس وبتميز جزء كبير او شريحه كبيره من اسرانا لانه اسرانا في الفتره الاخيره هناك انفتاح كبير على التعليم وعلى الثقافه وعلى المستوى واللي اسرانا اليوم بتشتغل على رفع المستوى الثقافي والمستوى العلمي للاسير لانه احنا قضيتنا مش قضيه سلاح فقط مش فقط وانما قضيه علم وقضيه معرفه معرفه بثقافتنا معرفه بقضيتنا وانتماءنا تعزيز انتمائنا الوطني اخوي فراس بنتوجه لك بالتحيه احنا موجودين اليوم بحضره الوالده وحضره اخوانك الله يخلي لك اياهم وعقبال ما تفرح بالافراج والتلتك مع الوالدة ومع إخوانك بنتمنى لك الفرج القريب إلى كل عموم أسرانا وإن شاء الله رب العالمين اجتماعنا قريب اجتماعنا قريب راح يكون هنا في منزلك في بيتك بين أهلك بين ناسك بين عائلة الخليلية وعموم عائلة بلدة جبع بنوجه لك التحية وإن شاء الله رب العالمين الفرحة المقبلة بتكون يوم فرحة الإفراج عنكم وتحريركم من سجون الاحتلال احترام لك أخي العزيز ليس غريبا أن تكون هذه الهامات داخل السجون بهذه الثقافة وهذا الإصرار وهذا التحدي وهم أبناء لهذه القامات العالية أمهاتنا الفلسطينيات وأم فراس خليلية نموذج لهذه الأمة الفلسطينية الصابرة فاصل ومن ثم نواصل عبر برنامج عمالقة الصبر سلامي احنا جايين هاي الكتاب بيما ما تحن جبين يا ابراهيم سلامي احنا جايين هاي الكتاب بيما ما تحن جبين يا ابراهيم بصوته يا سناد الرشاش معمر يا ابراهيم بصوته يا سناد الرشاش معمر يا ابراهيم النجم الاسمر والهيبة فلسطيني <applause> انه ادف غيري، ويجي شيء المقاول وصانهaudate وهي شطب الشعب يا ثورات وهي الذي شد طريق العزات انا بحبك الله يفيك اسرع انا كريم انا كريم سلامه الله يفيك اسرع الله يفيك اسرع يا عمي انا انا قصي سلامه الله يفيك كل اسير محكوم مؤبد الله يفيد أسرك يا عمي يا حبيبي تحية لكل الأسر المحكومين المؤبد إبراهيم سلام وفراس خليلي ومنصور أبو عون ربيع ملايشة نصل مشاهدينا أسرانا في بلدة جبع بالتحديد أمام منزل الأسير إبراهيم سلامة وشقيقه قصي سلام نوجهلهم كل التحية والمحبة عبر شاشة تلفزيون فلسطين وبرنامج عمالقة الصبر بهذه المحبة استقبلنا أطفال العائلة على أمل أن يستقبلوك قريبا بعون الله تعالى، نجري هذه المقابلات من منزل عائلتك، نتابع. يا قصي سلامي عاش المغوار صبعاويه يا يما ونرد الثار. يا قصي سلامي عاش المغوار صبعاويه يا يما ونرد الثار. اخي ابراهيم اخي قصي الحجر بيرجع، وما شاء الله اهلك عمروا هالبيت اللي ان شاء الله بيحتضنكم. قريبا انت وشقيقك قصي محررين خارج غياب السجون نطمئن حاليا عن صحه والدك ووالدتك اللي ما شاء الله بيعطوا معنويات لكل من ام هذا المنزل ربنا يعطيك الصحه عمي طمنا عنك عن ظروفك الصحة مية يعني يترك على الحفر يترك على مية وسط انا قعدنا 25 سنه واحنا نزور والحمد لله صحتنا مية زرناه بجوز 20 سنه في السجن بالاخر بتطلع الف زوره اول شيء ابراهيم دين مؤمن بالله وبعدين مغامر شجاع بجوز اشجع واحد في جبهه الحمد لله هذا البيت انهدم, انهدم. وعمرته انا عمرته شايف الامدان هذول انا رفعتهم بيدي لحالي العمود هواك انا عمرته بيدي بعد ما انهدم كل هذا رايح فجروا البيت بعدين انا عمرت شعر من اولاد جبع كلهم احسن من كل الدنيا صبري قعدت 18 سنه وانا زور على اربع سجون على نروح نروح المغرب الساعه 5 الصبح نروح الساعه 5 المغرب او كانت الصبح الظل وكانوا الجنود يعذبون على الطريق يعني مره من المرات في شو اسمه بن عامر وقفوا كل الناس والدنيا مطر جنديان كبالنا في شيء بس بالمطر وقفونا شوانين ومنعونا ندخل بعدين صار يضحك يشربوا الكهوات وقلنا يلا قعدنا يمكن اربع ساعات ثلاث ساعات واحنا قاعدين بالمطر ما كفيش هذا المعبر الان هذا سجن مسجون بقينا نروح الصبح الساعه خمسين نروح مثل على على ما جده نروح على الجلمي نروح على بير السبع نروح على ريمون، على نفحة على شطة كل مكان المسلمين كلهم بكو أربعة في كل واحد في, في سجن يعني أنا أزورهم ومو بزورهم شايف هذا نروح يوم هناك نروح يوم ثاني يوم الصبح نروح بعد يوم نروح مأمون ورامي وابراهيم وقصي اه طبعا هذول ما طلعوا جوزناهم هي هذول هذولك اثنين واحد جوزناه العام ورد اخذوا اليهود بالليل وهذا ابراهيم اللي هو بعده ان شاء الله بتجوزه بحياتك يا رب ان شاء الله منصور <applause> ابو صديقي يعني انا ويا اخوي تربينا مع بعض تولدي درست مدرسه انا وياه اللهم يا ربي تغفر له وتحسن اليه تحسن لكل الشهداء وأب... واباء الأسرة لكل الناس لكل فلسطين يعني اليوم لما تيجي جز... الصبح تركي ثلاث شهداء في نابلس اثنين في نور شمس يعني احنا مش عايشين وبالرغم من كل هذا الالم صامدين طبعا الصمود الشعب الفلسطيني فيش بعد صامد في الدنيا هل اشبال كلهم ثابتين على نفس العهد انا مبسوط كثير مني مهما كان فتح حماس جبهه شعبي المهم كلهم بدهم الوطن الله يعطيك الصحة وربنا يخلي لك هالاشبال وهالزهرات وان شاء الله تكتمل لمتكم بوجود قصي وابراهيم قريبا الى جانبكم ناخذ والدة الاسيرين ابراهيم وقصي يعطيك الصحة اليوم عبر شاشة تلفزيون فلسطين بالرغم من الالم الا انه بنعطي للناس كلها امل وتحدي وعنفوان اليوم الام الفلسطينية رسالتها لابنائها اللي لها سنوات مش ملتقيه معهم العالمين بسلم عليهم بكلهم ان شاء الله الله تفرج عنكم جميعا انتم كل الاسره وبعز منصور ابو عون وبوسيط ابو الحمد لله رب العالمين انا بكيت ازور كل اسبوعين ثلاث زيارات اروح عبير السبع الاربع خميس اروح على شطه أسبوعي الخميس الجاي اروح على دامون عند رام الحمد لله رب العالمين ثلاث سنين واربعه اشهر بطلت اقدر ازور شو بتوصيهم للشباب الابراهيم قصايد؟ وفصيهم يديروا بالهم على حالهم إن شاء الله الفرج من ربنا كريم روح قصي ولعنا بحاله تولعنا فيه وبعدها رد نحبس الروح ممكن باله علينا بعد 18 عام من الاعتقال آه، سبعة اعتقاله 17 اعتقلوه الحمد لله رب العالمين ان شاء الله ب 27 6 بيروح ما بيجددوه شفنا الطفل هو ايضا ابن قصي آه اللي انجبوا بعد تحرره ما لحقش يشوفه ما شافوش خلفته بالسجن ما شافوش من مره هي فرصه انه يشوفوا على برنامج آه عمر الصبر اليوم ان شاء الله انه بيشوف ان شاء الله الله بفرج عنهم جميع الأسرة يا رب والاسيرات طمني عنك عن صحتك الحمد لله بكل انا صحتي الحمد لله رب العالمين بخير تهملش همنا ودير بالك على حالك وان شاء الله الله بفرج عنكم جميع الاسره الحمد لله الشباب الاسرى المحررين ابناء جبع لما يجوا عليك بتشعريهم من ريحه اولادك هذول الحمد لله الحمد لله رب العالمين ان شاء الله الله بيفرج عنهم الجميع الدار هاي كانوا كل افراد الاسره فيها معتقلين اه كنا ما هم ورا بعضهم في الشهر قصيب 22 3 اخذوه وهذا معمون ب 11 4 ورام 28 5 والدار ب 18 6 وابراهيم ب 24 6 ورا بعض رافع راسي بيوم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كل سنة بنقول إن شاء الله السنة الجاية إبراهيم تبكي معنا كل سنة صرنا ننسى كتشل منقولها كتر ما قلنا له إياها الحمد لله بس شو نسوي إيش ما حدا بقدر يسوي إيش إن شاء الله الفرج من رب العالمين كريم شو بميز إبراهيم عن باقي إخوته كان في الدار والله كل شيء عندي أحلى واحد أنا بكيت إبراهيم حنون قلبه طيب مرجع عليه بخبز على الفرن عنا انجن قال لي ليش الدخنه طالعه هيك كنت بقولوا لي فيش غاز قال لي هس بروح بجيب لك غاز من بنثلون وراح جاب لي غاز فيش اطيب من كلبه ولا احن منه شو نسوي الحمد لله الله رب العالمين لا. كلهم لا بس هو خلاص انا بميز احلى واحد ان شاء الله بتجوزيه قبل ما انحبس يعني قبل ما انحبس بكان بس انا وياك كلّي انت قاعد انا بشتغل بس انت خليك قاعد هون يعني حنون كثير الحمد لله رسالتنا هسه بدنا من نعز منصور ابو من كل ان شاء الله رب العالمين خاتمه الاحزان وان شاء الله بتنور جبع وبتزينها وعظم الله اجركم وبحب اسلم على عب ابراهيم وع منصور وعلى فراس وعلى ربيع وعلى محمد ابو الرب وان شاء الله رب العالمين وعلى ربيع النمر ان شاء الله خاتمه الاحزان بالنسبه لمنصور وان شاء الله كلياتهم هذول بنفك اسرهم قريب وعاجل الايام. لما بتعيش مع واحد سنه وسنتين بنفس الغرفه بتاكله بتشربه بصير ما هو مثل الاخو. هسه بغض النظر بتظل الفرحه منقوصه. يعني الاسير كلك لك مستوى معيشي داخل السجن او انه عايش باريحيه، الاسير بفشلش الا بترويحه. يعني همه الوحيد انه يروح. ان شاء الله رب العالمين. انه ربنا بيساعد قيادتنا السياسيه انها تقدر توجد حل للافراج عن جميع الاسرى هذول بنات بنات اخته بنات ليالي وهذول بنات اخو رامي هاي ميرا وهاي سندس وهاي نايا هاي همسه وهاي زينه <applause> آه بدعي الاخوان قصي وابراهيم انهم الله يفك اسرهم ويطلعوا بدهنهم انهم يطلعوا و... الله يحميهم انهم يطلعوا بدون بيدل... ما يردوا يرجعوا على السجن اخي ابراهيم اخي قصي شفنا هذه المحبه وطمنانا على والدكم ووالدتكم ما شاء الله عنهم العهد هو العهد من خلال هالاشبال اللي مصرين على مواصله درب العطاء فاصل ومن ثم نواصل عبر برنامج مالكة الصبر. يا ربيع المال من سجن وقال احنا رجال الفخور وعزمان رجال يا ربيع المال من سجن وقال احنا رجال الفخور وعزمان رجال يا ربيع النيمر نادى احنا الثورة والقيادة يا ربيع النيمر نادى احنا الثورة والقيادة كاتاك تشدات سناده لازلنا مشاهدينا أسرانا في جبع التحدي بجولة متواصلة على بيوت الأسرة المحكوميات العالية داخل أقبية الاحتلال وصلنا الآن إلى منزل الأسير ربيع ملايشي الموجه لكل التحية عبر شاشة تلفزيون فلسطين وبرنامج عمالقة الصبر دعونا نتابع هذه المقابلات في منزل عائلتك أخي العزيز عمل <applause> القطعة وعلاها شمال إحنا إحنا شمال إحنا الجبعاوي إيه منصور عزيب أبو وكله كل شيء إن شاء الله ونكس عمره بزيد معماركم يا الله بحيي بحيي إبراهيم سلامة أبعث له أشهر السلامات بحيي ربيع بحيي إياد إبن إبني إبن يوسف بحيي. أثمان اللهم صل على سيدنا جميع الأسرة اللي تحت يد إسرائيل يحييهم ويفرج الله على عليهم ويطلعوا إن شاء الله سالمين وسلامي وسلامي يصلهم كريم كريم الله يرضى عليهم الله يحنن عليهم أنا رافع راس ابن عنوية ربيع أنا رافع كل العالم رافعة راس بربيع يا خوي أن انحبس مثل ربيع حيا الله قصي قصي الاخراني سلامه ولا ولا كلهم والله ما بستدعي لربيع الا بستدعي لكل السجناء الحمد لله رب العالمين عابد ربي امتك ربي وانا متوكل على رب العالمين ما تيجي العيد الموجل لكل المساجين مروحين مشان ربيع روحي معهم الله يرضى عليه ربيع وودي سلامي لابو ايسر نزيعون عالسجن النكب اودي السلام كثير السلام له ولك سي لكرة على الاخراني هناك عند جميع كله. كل كل المساجين رب العالمين وحي فراس خليلي من بلدنا انا لو اني يعني بقدرش والله يما اروح ازور بقدرش والله إلي سنين ما زرت ربيع هالجمعة حلوة كلياتهم شباب وكلهم مجاهدين بسبيل الله يا ربيع يما الله يرد عليك إن شاء الله ما بتوفي محبوسيتك اللي انت مروح دير بالك أحالك يما وخلي معنويتك عالية يما الله يرضى عليك يما الله يحنن عليك أنا ما بدي الله يما دير بالك أحالك نتقدم بخالص العزاء والمواساه من أخينا القائد الرمز الحبيب منصور أبو عون بوفاة والده العزيز على قلوبنا حقا أن مصابكم هو مصابنا وعزاؤكم عزاؤنا فنحن نتقدم قبل أن نتقدم إليك أيها القائد الرابط في سجون الاحتلال نتقدم من أنفسنا بخالص العزاء و نتقدم كذلك من عائله ابو عون واهله الكرام ونسال الله سبحانه وتعالى ان يفرج كربه وكرب اخوانه الاخ القائد فراس خليليه والاخ القائد ابراهيم سلامه وحبيبنا العزيز على قلوبنا كذلك اخي ربيع وكل اسرى فلسطين نسال الله سبحانه وتعالى أن لا يأتي العيد عيد الأضحى المبارك إلا وقد تحرر أسرانا وتحرر مسرانا والرحمة دائما وأبدا وقبل كل شيء لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لأسرانا أولا نتقدم بحر التعازي والمواساة لأخونا القائد منصور أبو عم بوفاة والده نسأل الله أن يتغمده بوسع رحمته وكل التحية لجميع أسران البواسل ونسأل الله رب العرش العظيم أن يفك أسرهم وتحية خاصة لأسرة جباع إبراهيم سلامة قصي سلامة منصور أبو عون ربيع ملايشي وجميع أسران الأبطال بسم الله الرحمن الرحيم أنا أمام إن شاء الله طوح بالسلامة الله يفك أسرك أنت وكل الأسرى إن شاء الله من هنا من بيت الأسير القائد البطل ربيع ملايشي برفقة والدة الأسرى ووالدة كل أبناء وشبيب الجبع تلفزيون فلسطين الكرام آه الأخ معالي الوزير أحمد عساف أخي سامر تيم وجميع الإخوة العاملين أبطال هذا الإعلام الفلسطيني الذي نعتز ونفتخر به شكرا لكم على هذه البصمة الطيبة وعلى هذا الاهتمام الطيب كانت هذه الجولة هذا اليوم لأربعة أسرى أبطال علما بأن أسرى بلدة جبع 65 أسير يقبعون في سجون الاحتلال تلفزيون فلسطين شرفنا وشرفتمونا جميعا بزيارة منزل الأسير منصور أبو عون والأسير فراس خليلية والأسير إبراهيم سلامي والأسير ربيع ملي شيء هؤلاء الاربع اسره زياره هؤلاء الاربع الاربع اسره هي في الحقيقه يعني تمثيل لكل عائلات الأسرة في في جبع الباطل لجولة فترة زمنية وهو قد بدأ يتآكل من الداخل أما أنتم فأنتم الحق وأنتم الدولة القادمة وسيرفع شبل من أشبالنا وزهرة من زهراتنا على فلسطين خفاقا فوق مآذن وكنائسي وأسوار القدس يرونها بعيدة ونراها قريبة وإننا صادقون وإنها لثورة حتى النصر حتى النصر حتى النصر كل احترام لك أخي العزيز تحية لكامل أهلنا في جبع الصمود والتحدي ننتقل مشاهدينا الان لنكون في اطلاق كتاب رسائل كسرت القيد للاسير اسامه الاشقر نتابع. الاخوه والاخوات رسائل اسير اسامه الاشقر كسرت القيد. وحلقت في فضاء المعمورة حتى وصلتنا فأصبح أسامة حرا بكلماته ومداركه ورؤيته البعيدة حكم بالسجن ثمان مؤبدات وخمسين عاما أنهى دراسته الثانوية والجامعية البكالوريوس والماجستير داخل السجن صدر له كتاب للسجن مذاق آخر وكتب المئات من المقالات نحن اليوم بصدد الاحتفاء بكتابه الجديد بعنوان رسائل كسرت القيد تحيه لهذه المراه الفلسطينيه العظيمه التي ربطت مصيرها بمناضل حمل على كتفيه ثمان مؤبدات ولكنها هي التي اطلقت من اعماقه كل اسباب الحياه والحب والامل. حفل الكريم الحضور الأكارم كل باسمه ولقبه أحييكم أطيب تحية أبرقها لكم من قلب زنازين الاحتلال من قلب الحوت ومن عتمة السنوات المقيدة بالأغلال. اسمحوا لي أن أنحني احتراما وتقديرا لكم جميعا وأشكركم على تشريفنا لحفل إطلاق كتابنا الثاني رسائل كسرت القيد ودعوني اقدم لكم موجزا لما اردته من اطلاق كتابي هذا فلعل البعض يتساءل عن اهميه ان يطلق الاسير كتاب رسائل وأدباء، لادباء مثقفين واصحاب راي فالاسير في حالتنا المؤبده يصارع السجن والزمن والموت البطيء فركود الزمن وانطواء السنوات كشريط يمر سريعا دون اي فعل انساني من اي نوع يجعل من ذات الاسير عرضه للذوبان والاندثار فقد وضعت منذ العام 2009 نصب عيني ان اغادر السجن وجدرانه وان اغرد في كل الاماكن من خلال رسائلي لهدفين اعتبرهما مقدسين لكل اسير ولاستمرار نضاله حتى وهو مقيد بالجدران والمؤبد، الاول قتل السجن وزمنه المتجمد والتحرر رغم المؤبدات الثمانيه ورغم سلطه السجان المحيطه بتفاصيل حياتنا. والثاني وهو لا ينفصل باي حال عن الاول وهو الاستمرار بالفعل الانساني النضالي المقاوم باساليب مختلفه وابداعيه فكانت فكره المراسله والتواصل المباشر مع كل فاعل لاجل قضيه فلسطين فاخرجت مئات الرسائل المكتوبه والمهربه بوسائل لا تخطر على بال بشر لتخطي قيود السجان ومنظوماته المختلفه، لمنعنا من التواصل مع العالم الخارجي، ولخلق حاله من الوعي الراسخ لدى الاجيال الحاليه والقادمه بان فلسطين هي قضيه المثقف العربي الاولى ويمكن استغلال ادوات التكنولوجيا الحديثه للاسهام في هذا الجهد المبارك والنبيل. يتساءل كل انسان يقرا لاسير لأسامة أو لغير أسامة وحين يرى هذا المستوى الذي وصلوا إليه يعني لو لم يكن يعرف أحد أنه أسير سيتساءل السؤال الطبيعي والتلقائي أين تعلم ومن أي جامعة تخرج وفي أي معهد ويعني تتلمذ على يد من ونفاجأ جميعا بأن هؤلاء المناضلين والشعراء الأدباء المؤرخين إنما تعلموا في قلاع الأسر التي تحولت بفضل كفاح مرير الى معاهد وجامعات وباستحقاق ويحاول اسامه ان يثبت للقاضي والداني هذه الحقيقه التي يعني يحاول الاحتلال طمسها. رسائل كسرت القيد. لماذا رسائل؟ لانها الوسيله الوحيده للتواصل بين البشر. لماذا القيد؟ لان الاختيار الحر الوجودي كسر القيد وتجاوزه بمعنى ان الصيغه التقريريه للعنوان هي صيغه نهائيه بمعنى ان الكسره تحقق بمعنى ان هذه الرسائل استطاعت ان تكسر جدران المعتقل وتتخطى القضبان وان تصل الى العناوين التي يجب ان تصل اليها والله شعوري لا يوصف الحمد لله بفتخر بابنه بفتخر والسجون مش سجون هي سجون بالمفهوم القديم بس هي جامعات والله خرجت ارجال وخرجت اشبال وخرجت الحمد لله وخرجت مقاومين ومناضلين ظليت اقرا فيه للساعه اثنتين بالليل نسيت حالي مع اني يعني بدي اسهر بدي اقوم لنجي هالمشوار نسيت حالي وانا اقرا الله يرضى عليه انا بوجه له كل تحياتي وكل دعواتي ان شاء الله بالليل بالنهار بالتقدم ان شاء الله بالفرج الكريم له لجميع الاسرى اي وقفه معنويه مع اي اسير بغض النظر اسامه هي تعتبر بعنان السماء بشوف الاسير يعني هي راح يشوفنا اليوم ويشوف انه وقف معه راح يشوفها اليوم وحي نزل علينا من السماء شكرا شكرا للي ساعدوا للي قدموا للي حضر بالنسبه لكتاب اسامه رسائل لكل العالم بعثها عشان ينقل الهم الفلسطيني او هم الاسره او عيشتهم لكل العالم لقناصل لسفره لوزراء خارجيه لجمعيات لجامعات لاحزاب لفصائل كلهم جمعهم بكتاب واحد الله يكون بعونه ويعطي العافيه من 2009 وهو يبعث فيهم على اوجاعنا الامم أسر فلسطين يا أهل ويا سندي من صبر أيوب ما ضاقت صدوركم لم تستكين محتل نكابدكم ولا أنثلت لكم في بؤسكم همم أسر فلسطين صبرا يا مشاعلنا فسوف يحطم يوما ذلك الصنم هم الأوائل فينا كلنا معهم هم الليوث وظل الأنبياء هم مروان فيه والآلاف مؤلفة أسامة وسعادة وربعهم لم تقعد العزم فيهم أي جائحة وما نبى لهم سيف ولا قلم <applause> إذا بالرغم من آلام السجون أسرانا يبدعون إن شاء الله الحرية قريبة لأسامة ولكامل أسرانا الأبطال ننهي هذه التغطية من جبع مع أخونا المحرر يوسف خليلية مرة جديدة حياك الله أخي يوسف ختامها مسك معك بعد هذه الجولة لرفاق الدرب التي حملت الوفاء والتحدي والإرادة اليوم رسالتك لرفاق الدرب اللي تركتهم خلفك أبناء البلد بعد هذه الجولة وبرأيك آه أهميتها لمن يشاهدنا حاليا من أسرة صراحة أول شيء في البداية أخوي أبو الليث بشكركم بشكر حضوركم وبشكر الأخوة في تلفزيون فلسطين طاقم العاملين معك رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون بنشكر حضوركم عندنا في بلدكم في بلد في بلدة جبع بنشكر حضوركم باللفتة هاي اللي بتنقل معاناة عائلات أسرانا وأسرانا إلى المجتمع من هذا الصوت الوطني هذا الصوت اللي بيعطي الامل لاسرانا اللي بيعطيهم بصيص امل بالافراج والحريه والتقائهم احنا هون طبعا بنوجه التحيه الى كامل اسرى بلده جبع إيه تحديدا الاسرى المؤبدات منهم اخونا الاسير البطل ابراهيم سلامه بنوجه لك كل التحيه والاحترام والتقدير إيه وكمان اخونا الاسير قصي إيه سلامه بنوجه لك كمان كل الاحترام والتقدير أخونا منصور أبو عون الله يرحم والدك وإن شاء الله رب العالمين ربنا بدخله فسيح جناته وإحنا بنعرف كديش أنت زلمة صابر وصامد ورايح تقدر تتعدى وتتعدى هاي المرحلة أخونا فراس خليلية بنتمنى لك الفرج القريب العاجل ربيع ملايشي ربيع أنت عزيز وغالي أنت وعموم أسرانا وكامل أسرانا أنتوا غاليين عقلوبنا قلوبنا وعزيزين علينا بنتمنى لكم الفرج القريب ولقائنا على أرض جبع إن شاء الله إن شاء الله راح يكون قريب بنوجه لهم برسالة دعم وصمود من أسرانا من كلكم أن المرحلة صعبة والتحديات كبيرة ولكن إحنا قادرين نتجاوز هاي المرحلة بتحصين جبهتنا الداخلية بإرادتنا الصلبة وإرادتنا القوية ولكن من كل قيادتنا الفلسطينية وفصائل العمل الوطني والإسلامي أبناءكم وإخوانكم في سجون الاحتلال بحاجة إنكم أنتم تنقضوا حياتهم وتعملوا على إطلاق سراحهم لأنه أسرانا في سجون الاحتلال بدهم إشي واحد الحرية ثم الحرية ثم الحرية لك والسلام عليكم أه، أنهي معك أيضا في ملف لابد الحديث عنه في ظل الحالة الصحية الصعبة جدا للأسير وليد دقة ملف الإهمال الطبي لأكثر أكثر من 350 أسير بعانوا من ظروف صحية صعبة لأمراض مزمنة داخل سجون الاحتلال سواء الموجودين في مقابر الاحياء في مقبره الاحياء عياده سجن الرمله او في سجن عسقلان او في النقب او في مختلف السجون، هناك حالات فعلا صعبه للغايه، وليد دقه نقل الى مستشفى في ظل حاله صحيه يرثى لها، شيعنا خبر ناصر ابو حميد واحمد ابو علي و237 شهيد اسير من السجون الاحتلال، انت شاهد على هذا الاهمال الطبي المتعمد. اخويا ابو الليث الاهمال اللي الطبي السياسي الاسرائيلي تحديدا بتتعمد اماره اداره السجون انها ايش؟ انها تعاقب اسرانا بعدم تقديم العلاج لهم وتحديدا مؤخرا يعني تم سن قانون اسرائيلي بعدم تقديم العلاج لهم لانه بيعتبروا انه العلاج هذا لهم يعني مش من حقهم وتم سند قانون في الكنيسة الاسرائيلي بالقراءه الاولى على الموضوع هذا، سياسه الاهمال الطبي، سقط طبعا زي ما الكل بيعرف من ابناء شعبنا انه سقط العشرات من شهداء الحركه الاسيره، اخونا المرحوم رحمه الله عليه الشهيد ناصر ابو حميد، اخونا ورفيقنا وقائدنا الشهيد كمال ابو وعر، وكذلك الامر أخونا وشهيدنا وقائدنا سامي أبو دياك وهناك كوكب تطول والقائمة تطول من الشهداء فمن هون المطلوب أنه العمل سياسي بتعتمدها إدارة مصلحة السجون في إنها تقتل أبنائنا وإخواننا المطلوب أنه توحيد الجهود والعمل على إنقاذهم وإنقاذ حياتهم والعمل على إطلاق صراحة تحديداً وين سياسة الإهمال الطبي سياسة الإهمال الطبي أخوي أبو الله وعموم مشاهدينا طبعاً بتكمن في المماطلة بالمماطلة بتقديم العلاج المماطلة في تقديم الفحوصات هم بيعملوا علاجات وفحوصات ولكن إيش بعد ما يكون المرض انتشر في كامل جسد أسرانا بتم عملية المماطلة في ذهابهم للمستشفيات عمليات نقلهم إحنا لازم نسلط الضوء على عمليات النقليات والبوستات اللي بتم فيها الأسير بعد ما يعمل العملية بأقل من ساعة أو عشر دقائق بتم كلفشته وضع الكلفشات في إيديه ونقله ببوستة حديدية وسقط ضحيتها عشرات الشهداء البوسطة فعلا معاناة حقيقية وتحديدا للأمراض ولكن هناك في أمراض أخوي أبو الليث مش بس الامراض المزمنه زي السرطان والى ذلك يعني زي اخونا وليد دكة وليد دقه بنتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله ربنا يتم الافراج، ولكن هناك امراض حتى بسيطه، يعني حتى في علاج اسنان، حتى في الامراض البسيطه بتم المماطله، يعني المماطله بتكمن ما بين لحظه الابلاغ عن وجود حاله مرضيه لحين نقلها للمستشفى هون بتتشكل الخطوره ومن طالب انه التدخل من طالب سلطتنا الفلسطينيه بالتدخل في تحديدا في الجزئيات هاي وانقاذ حياه ابنائنا والعمل على افراج الافراج عنهم واطلاق سراحهم اذا مشاهدينا اسرانا كانت هذه جولتنا في جبع الصمود والتحدي هي رساله امل لكامل اسرانا برغم الالام المتراكمه بعون الله كما استقبلنا يوسف والاسرى المحررين سنستقبل كامل اسرانا قريبا خارج اقبيه الاحتلال. الرحمه للشهداء الذين عبقوا بدمائهم ارض فلسطين الطاهره ومن جبع مره جديده نترحم باسم الحركه الاسيره على والد الاسير البطل منصور ابو عون الى هنا تنتهي هذه التغطيه من برنامج عمالقه الصبر هذه تحياتي وطاقم العمل اودعكم على امل اللقاء بكم دائما. وقد بيضت السجون إلى اللقاء حلية حلية لا أسلمها حلية 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 لا أسلمها حلية لمين بتهتفي أنت لمين لبابا لبابا يا روحي أنت لا لا أسلام حلية حلية